سورين كيركغارد. ولد الدنماركي سورين كيركغارد في كوبنهاغن عام 1380 وقضى طفولة خلت من المفاجآت المفرحة، فلم يغادر بلده إلا مرات معدودة، ووقع تحت تأثير التربية الدينية السائدة واتجاه أبيه المتزمت للخوف من الرب، فقد أنجبه وهو يبلغ 56 من عمره. أول حياة كيركغارد لا يحمل سوى ذكرياته عن الاستسلام لتيار الحياة العام، لكن موت أبيه وخمسة يكبرونه في السن من أخوته من أم ثانية شكل سلسلة من الأحداث دفعت به للتفكير في الغاية من حياة الإنسان ودور الآلام في العقيدة والمواقف وعادات المجتمع وأخلاقه. حصل كيركغارد درجة الدكتوراه عام 41 عن أطروحته تصور التهكم المنسوب إلى سقراط، وقد رأى أن الدين ليس وجهة نظر شعرية في الحياة الإنسانية، وأن المسيحية ليست نموذج الحياة الرصينة والمتبصرة والتقليدية، لكنه رأى من الضروري أيضاً أن يتم في كل فكر يراد له التقدم والارتقاء عدم ربط الفلسفة مع الديانة، أي معارضة هيجل وممثل الكنيسة معاً. ونشر عام 43 كتبه إما وأما ويوميات جاو والخوف والارتجاف، ونشر في العام التالي كتابه فتات فلسفي والحق به تذييلا عليه، ثم نشر كتابه مفهوم القلق، وأعلن عام 48 أنه مكلف بمهمة وقف انتشار المسيحية، ونشر مجموعة من المقالات أسماء مستعارة وجه فيها انتقادات لاذعة وأشار إلى مسائل محرجة وتناول أفعال أشخاص بأسمائهم وشهر بسمعة بعضهم. وصفت كتابات كيركغارد بأنها قادت الحياة الروحية في الدنمارك إلى النقطة التي يتعين عليها أن تندفع منها إلى الأسفل نحو هوة الدين العتمة، أو تندفع إلى الأعلى نحو الشرفة التي تشير الحرية منها للناس. مات سورين كيركغارد عام 55 في مدينته كوبنهاغن، وقال المفكر الفرنسي رينيه ماهو عنه: تمثلت قوة كيركغارد في ازدرائه أي مذهب وغيابه، لقد رفض تقديم أي حقيقة متكونة، لكنه أيقظ الواقع الذي يحمله كل واحد منا في ذاته.